السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو اللي هعمله معاكم دلوقتي فيديو هيفيدكم كتير قوي، وهيفيد الناس اللي عندها في البيت تلاجة مية زي الموجودة دي. طبعا التلاجة اللي زي دي في منها انواع كتير، وفي منها احجام اكبر وفي اصغر وكده. التلاجة دي بتبقى موجودة في بيوتنا، موجودة في المكاتب، موجودة في المحلات، موجودة في اماكن كتيرة يعني منتشرة. بس انا النهارده مش جايبه عشان اقول يعني نتفرج على التلاجه او نشوف حاجه، لا انا هقول لكم على ازاي بتصلحي حاجتين في التلاجه دي بخطوات بسيطه جدا جدا. يعني هي مش تصليح، هي يعني الناس يعني مثلا اول حاجه بالنسبه للتلاجه دي، يعني ساعات كده بتقعد تنقط ميه من هنا. يعني شوفي كده انا اقرب شويه، تلاقي بتنقط تنقيط متواصل. ده مش عيب فيها، مش عيب في التلاجة ولا حاجة عايزة تصليح، لكن طبعا بنقلق لما نلاقي المية نازلة كتير وبتبدأ تخلص وتنتهي بسرعة وبتطبل الدنيا وهكذا. هي فيها بيبقى فيه غلطة احنا ارتكبناها واحنا البالونة بتاعت المية دي او العبوة بتاعت المية دي بنبدلها. عملنا خطأ ارتكبناه واحنا بنركبها، هو اللي خلى المية تنقط من الحنفيات دي. لان بعض الناس بتهيأ لها ان هي الحنفية دي باظت ولازم بقى نوديها للشركة او نطلبهم عشان يجي يغيروها لنا. ولو في حد بقى مش يعني حد مش امين وياخدها يغير لك الحنفية ويشيلها ويوديها ويجيبها وهي في الاساس ما فيش فيها مشكلة، هي سليمة، لكن احنا ارتكبنا غلط واحنا بنركب البالونة المية دي او بنبدلها. ايه الخطأ اللي احنا ارتكبناه؟ ان هي البالونة دي ساعة ما بنركبها المفروض ان احنا بعد ما تثبت خالص، يعني بعد ما تركبيها وتثبت خالص، الحوض ده طبعا اللي بيبقى فيه المية ساعة بيبقى فاضي. انت بتبدلي دي لما هي البالونه دي الازازه دي كلها العبوه دي بتفضى، فبيكون الحوض ده بتاعها فاضي اللي بينزل منه الميه في الحنفيات. فلما تركبيها استني خالص لغايه ما تلاقي ان ما عادش في ميه بتنزل ولا فقاقيع في البالونه الكبيره دي او الازازه دي، معنى كده ان الحوض هنا اتملى. طالما الحوض هنا اتملى يبقى خلاص ما عادش في هوا جوه في الحوض، وبعدين الهواء اللي جوه هنا في الحوض وصل بقى فوق، يعني هنا الميه هنا، يبقى الميه الهواء ده هنا اتبدل فوق. الهواء ده هو اللي بيضغط على الميه دي عشان تنزل هنا في الحوض. كل ما تسحبي ميه الميه هنا تنزل بدلها، ويطلع من بدلها هواء فوق يضغط على الميه دي. فكره عمل التلاجه دي، ان الهواء اللي في الحوض بيطلع بالتبادل بين الميه اللي في البالونه والميه اللي بتدخل هنا. يعني نركب العبوه دي وطبعا بتبقى التلاجه فاضيه، فالميه بتنزل في الحوض هنا، الهواء اللي هنا بيطلع بدل الميه اللي نزلت ويضغط على الميه بالتدريج كل ما نسحب ميه. طيب ايه اللي بيخلي بقى هنا الحنفيات دي تنقط واحنا ساعتها نقول ده هي باظت؟ اللي ان العبوه دي ممكن بعد ما بنركبها، بعد ما ركبناها كده حد خبط فيها اي حاجه هزها. بعد ما ركبناها ممكن تكون بعد يوم، بعد ساعه، بعد بتاع، حد خبط فيها خبطه جامده، او انت وانت بتنضفيها او بتمسحيها كده من بره ايدك هزت العبوه دي جامد، قام دخل فيه هواء من الجزء ده. الهواء اللي دخل هنا دخل جوه هنا عمل خلخله زياده، بتبدا الهواء هنا يزيد. فالهواء هنا يزيد عن الكمية اللي كانت في الحوض، يبدأ يضغط على المية في الحنفية تنقط متواصل لغاية ما تخلص لك المية وتبل لك الدنيا. فعشان تتفادي العيب ده ان هي ما تعملش كده، لما تركبي تغيري ازازة المية ما تفتحيش حنفيات خالص الا لما تحسي ان الحوض اتملى خلاص، واستبدال المية هنا والفقاقيع بدأت تقف خلاص. يعني دي اول حاجه. تاني حاجه ان هي ما تعرضهاش للخبط او الرزع العبوه دي لاي حاجه تخبط فيها، وانت حد شايل كرسي، حد شايل حاجه، انت خبطتيها او انت هزيتي منها وانت بتنضفي هنا عشان يعني تنضفيها قوي فدخلتي هوا.
يبقى عرفنا سبب نزول المية من الحنفية وان هي بتنقط، ان هي حصل لها الحاجة دي، وركبنا ازاي العبوة وبدلناها صح. احنا كده عرفنا السبب الاول اللي هو ممكن حد يضحك علينا ويروح يغير لنا الحنفيات دي، وهي اساسا ما هياش محتاجة تصليح، لان الحنفيات دي مش بتصلح الا اذا اتكسرت، يعني اتكسرت الحنفية خلاص هنبدل غيرها، لكن بتنقط يبقى عرفتي السبب ان موضوع الهواء اللي دخل من الازازة او الخبطة اللي جت في الازازة، او ان انت حطيت البالون وفتحتي على طول الحنفية بتاخدي مية. وعموما انت لو حطيت الحنفية وفتحت مية مش هتطلع ساقعة، فعموما ما نفتحش اي حنفية لا سخن ولا ساقع قبل ما نحط بالونة المية او عبوة المية بتاعتنا وتثبت خالص ونبدأ ناخد منها مية. دي اول ايه مشكلة في بتقابلنا في تلاجات المية اللي في البيت، وازاي وعرفنا سببها، وعشان محدش يضحك علينا ويقولنا ايه هاتوها الشركة او هاتوها المحل واحنا نصلح، هي مش محتاجة تصليح وما بتصلحش. تاني حاجة، ان تيجي في شهور الصيف طبعا دي تلاجة مية بنحتاجها في الصيف اكتر طبعا، ففي من ورا الجزء بتاع الجزء التلاجة، جسم التلاجة نفسه شبكة زي شبكة التلاجات العادية، فالشبكة دي احنا شبكة التبريد، فاحنا ساعات نلاقي مفيش تبريد خالص في المية، ومفيش المية سخنة طول النهار مفيش، وهي طب ايه السبب؟ برضه هتتصلي بالشركة وتقولي تعالي خدها وينقلها لك ويعملها لك، وفي الآخر برضه هيضحكوا عليك ويقول لك صلحناها. ده لو كان واحد مش عنده ضمير يضحك عليك ويقول لك ان هي عايزه شحن. طبعا التلاجات اللي زي دي ما بتشحنش، لو ضحك عليك وقال لك بتشحن هي ما بتشحنش، بعدين لو قال لك هاتيها نصلحها لك يبقى ايه برضه هيرجعها لك وياخدها، لو امين قوي هياخد التوصيل والشحن والكشف والكلام دوت ويقول لك هي ما فيهاش حاجه واعملي كذا وكذا، لكن هي لا بتشحن ولا تتنقل ولا اي حاجه. هقول لك ايه الحل البسيط لما تلاقي التلاجه بتاعتك اللي في البيت اللي زي دي ان هي ما بتبردش. طيب اولا احنا في الـ ما بتبردش، يبقى اتعرضت لحاجه، يبقى الغلط اللي احنا ارتكبنا غلط في حاجه. ايه اللي خلاها ما بتبردش؟ طبعا هنا التلاجه دي انا حطاها على قاعده بلاستيك او كرسي بلاستيك عشان تبقى عازل ما تعمليش، انا بحب دايما ابقى حريصه عشان الحاجات الكهرباء وفيها ميه وكده واطفال بتشرب او حد ما يحصلش مس، تبقى دايما عازل. ممكن انت حطها على ايه، على قاعده ثابته، ممكن احطها على قاعده عجل، حطها على اي حاجه، او حطها على الارض. الجزء ده بقى كله لو نقلتيه او هزتيه او حركتيه، تحركيه وانت بتنضفي او بتعملي وهي شغاله، الجزء ده لو حركتيه وهزتيه وهي تلاجة شغاله ممكن يحصل لها حكايه عدم التبريد. يبقى عرفنا عدم التبريد بيجي منين، جزء التلاجة ده كله لو حركناه او هزناه او قعدنا ننقل فيه مرة واتنين وكده وايه وهي شغالة، فده بيمنع التبريد وده بيأثر على شبكة التبريد اللي في ظهر التلاجة، فبتقعد ما تبردش. طب الحل ايه؟ برضو لا هنوديها في حتة ولا هنتصل بحد ولا اي حاجة. طب ايه الحل؟ الحل ان انا افضي بقى المية اللي فيها دي كلها ورق من الاول خالص، افضيها على بيات واسيبها لتاني يوم الصبح خلاص. بعد كده ابدا الصبح البالونه بتاعتها دي او العبوه بتاعتها دي املاها ميه واحطها اعملها زي ما قلنا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، ونستنى لما يتملي الحوض ويتملي كله وابدا ايه اشغل المفتاح بتاعها عشان تشتغل وتبرد. انتظر عليها بقى طالما هي وصلت ان هي مش بتبرد، اشغلها مده 6 ساعات متواصل، لان هي هتبدا تقعد 6 ساعات، ممكن قبل ال6 ساعات هتبدا تبرد وتفصل، تبرد وتفصل، لان هي بطبيعتها التلاجه دي طبعا بتشتغل شويه ايه تقف شويه لان هي بتبرد ميه وتستنى شويه وهكذا، فهي ممكن تقعد 4 5 6 ساعات ايه متواصل بدون ايه ما تفصل، لان هي كانت المشكله حصلت فيها ان هي مش بتبرد. فنستنى بقى على 5 6 ساعات هنلاقيها في خلال الفتره دي ما تفتحيش بقى الحنفية، يعني انت شغلتيها 6 ساعات فصلتيها من بالليل، صبحت الصبح مليتي المية بتاعتك وما تفتحيش الحنفيات،
وتبداي تشغليها وتحسبي لها بقى، تراقبيها بقى لمده ايه 4 5 ساعات كده، هتيجي بقى وما تفتحيش الحنفيات في خلال ال4 5 ساعات دول، حتى لو هي مش بتفصل هي شغاله متواصل، سيبيها تشتغل. وبعد كده امسكي الكوبايه وافتحي، هتلاقي الميه متلجه جدا ورجعت انتظمت فيها دوره التبريد وصلحت من غير ما تنقليها ولا تعمليها. بس كان كل مشكلتك في الثلاجه انها باظت كده، او مش باظت يعني بطلت تتلج، ان الجسم ده قعدت تهزيه او تزقيه او تنقليه من مكان تحركيه وهي شغاله. فدي حاجتين في الثلاجه دي، نحطها في مكانها ما نقعدش نحركها الا اذا كانت مفصوله وما فيش ايه فيها ميه. كمان العبوه دي يبقى عرفنا ليه هي مش بتبرد، ان احنا بنحركها وهي شغاله، فده بيأثر، وخصوصا في الايام الحر واللي ايه التبريد بيبقى وجو الرطوبه والكلام دهوت، والاجهزه بتبقى مرهقه، فايه بتقوم على طول ايه ما تتوقف عن التبريد، وبتبقى محتاجه الحكايه دي ان احنا نفصلها بالليل ونصبح الصبح نملاها ميه وما نشغلهاش ولا نفتح الميه، يعني ما ناخدش ميه يعني من الثلاجه الا بعد مرور 5 6 ساعات، هنلاقيها بدأت تتلج خالص وكويسة جدا. ده بالنسبة لعيب عدم التبريد. وقلنا بالنسبة للعيب بتاع التنقيط، ان احنا بعد ما نحط العبوة دي نستنى خالص، ما نفتحش يعني نحطها ونفتح، لا نعبي المية بتاعتها ونستنى خالص لما يعني الفقاقيع اللي فيها تفضى خالص وتنتهي، وبعد كده نبدأ نفتح الحنفيات من تحت. ما نفتحش واحنا بايه المياه شغاله لسه عماله تملى الحوض، يبقى الحوض لسه بيتملي واحنا بنفتح، عشان نحافظ على كميه تفريغ الهواء اللي موجوده في الحوض اللي هتوصل فوق في المياه. لان زي ما قلنا الثلاجه دي فكرتها ايه، ان احنا بنعمل بنحط المياه بنحط البالونه هنا، المياه بتنزل في الحوض، الهواء اللي في الحوض بيطلع فوق المياه اللي نزلت عشان يضغط عليه على المياه اللي هنا اهو وينزلها لي في الحنفيات. يعني انا قلت لكم مشكلتين دلوقتي بتقابلنا في الثلاجات اللي موجوده في البيوت، اللي هي الحنفيه لما تنقط وقلنا ازاي، والشبكه التبريد ايه لما نحس ان الثلاجه ما عادتش بتبرد كويس او التبريد بتاعها قليل، يبقى اعرف ان انا بهزها كتير او بنقلها كتير من مكانها، اعمل الحكايه دي افصلها بالليل لغايه الصبح وابدا املاها من غير ما افتح حنفيات لمدة 5 6 ساعات، بعدها يبدأ التبريد عادي جدا جدا. وبكده لا هنتصل بشركة ولا هنقول لهم تعالوا صلحوا لنا تلاجة المية ولا التلاجة باظت ولا حاجة، لأن هي لا بتشحن والحنفيات دي ما بتتغيرش إلا إذا اتكسرت. يعني التلاجة لا بتشحن ولا بتتنقل ولا أي حاجة، طول ما أنت مستعملاها صح هتعيش معاكي سنين وسنين وتبرد كويس جدا وتغنيك عن أي حاجة. بالنسبه بقى للبالونه دي طبعا بنشتريها في الاول، بتبقى العبوه مسدوده بغطا بلاستيك، احنا بنشيل العبوه دي من رقبتها كده نغرزها نقوم نخبطها هنا، بتلبس في ايه في حاجه زي ليها راس كده سن مدبب، السن المدبب ده بيدفع الايه الغطا البلاستيك جوه هنا، فالميه بتنزل ايه جوه لانها بتبقى متبرشمه، فالميه بتنزل هنا جوه في الحوض ده. طيب انا كل مره ايه مش عايزه اشتري بالونه ب20 ولا ب40 جنيه، فانا بعمل ايه، انا عن نفسي بجيب ما هي ايه مثلا واحده في الشهر عبوه، وبرجع اجي كل يوم اجددها من ميه الفلتر. بجيب مثلا كرسي زي ده كده، ادور لكم الكاميرا هنا، كرسي زي ده كده يعني متقارب في ارتفاعه مع التلاجة، وموصلة خرطوم من الفلتر واملى العبوة بتاعتي دي وارجع تاني عشان اقدر اشيلها عشان ما تبقاش تقيلة عليا لو حطيتها في الارض او في مكان بعيد. فالكرسي ده بيغنيني عن ان انا اجيب ايه عبوة كبيرة او تتعبني. فبعد ما بملاها بسدها بصبعي ده كده وبقلبها مرة واحدة واحطها هنا، بس طبعا وانا بقلبها هيبقى في مية هتقع، انا بحط بقى ايه بجع الحرف اللي زي ده من الناحية التانية، وبحط مثلا هنا فوطه من الناحيه يعني الحرف ده احط عليه فوطه كده، والناحيه التانية بحط عليها فوطه بحيث لو ميه وقعت من الجنبين دول ما تبلش التلاجه بتاعتي. وهي طبعا ببقى فاصله الكهرباء من ورا طافيه المفتاح عشان ما يحصلش اي حاجه فيها ماس او كده.
يبقى انا وفرت. فانا بستعملها، بملاها كل يوم الفلتر، وزي ما قلت لكم بقفلها بصبعي كده، واقوم ايه قلبها، واقوم حطها مره واحده هنا. اي ميه زياده بتقع بنشفها بين الفوطه دي والفوطه التانية. وزي ما قلت لكم بستعمل ايه الكرسي اللي هو الخشب ايه الوقت. فاحنا عرفنا دلوقتي ازاي بنتغلب على التنقيط، وازاي بنتغلب على عدم التبريد. واتمنى اكون افدتكم بفكره او معلومه، ويا ريت تشتركوا في القناه لان محتاجه دعمكم واشتراكاتكم. وما تبخلوش عليا باللايك والشير. تحياتي عزه زيدان.